بهاد الخويتمات هادو ديال الاستعمال اليومي، فنبدا لكم بالخويتمات اللي راهم تمشاو بالموديل. فالغزاله ديالي لاباس عليك راكي مزانه، وغنمشي لكم للهميزه تاع البنات. الوغ غادي نبدا لكم اول حاجه بهاد الخويتمات ديال ديما، خويتمات ديال توجور البنات. بالنسبه لهاد لاباك هادي ديال سميتو، هادو غادي نعطيكم حتى الكرامات ديالهم. خاتم ديال الفراشه اللي فيه جهه سامبل وجهه مسيرتيه بالحجر. دونك بالنسبه لهذا الخاتم هذا فيه 431 غرام ب 2500 درهم 50000 ريال، 4.31 غرام ب 2500 درهم 50000 ريال البنات. كاين هذا اللي فيه 4.40 غرام ب 2550 درهم اللي هي 51000 ريال. لا لا اختك ورده الله يكبر بك حبيبه. صافي ان شاء الله ما نعاودوش نديرو لي بوني، حنا درنا لكم الخاطر حيدنا البوني ونعاونو نبقاو نديرو حجابنا كما كنا نديروه ان شاء الله. ولانا راه غير الصهد هو اللي كان شادني، ما كنتش نقدر نلبس الفولار بهذه الطريقه هذه، لان دابا ودابا راه جيني الحراره بزاف. دونك ولا خلينا كنصبروا نصبروا ما عندنا ما نديرو. درت لهم قالوا البنات ما تعاوديش ديري هذيك البوني، راه حنا تبعنا الراي ديالكم، درنا لكم هذه الطريقه هذه شوفوا عاد. شكرا بزاف على الملاحظه ديالكم. دونك 2550 درهم 51000 ريال فيه 4.40، وهذا فيه 4.60 غرام ب 2650 درهم اللي هي 53000 ريال. 53000 ريال البنات بالنسبه لهاد الخويتمات هادو تمشاو بالموديل اللي جبتهم لكم انا بالغرامات ديالهم. 4.4 غرام شحال ثمنهم على حساب اش من موديل بغيتي في الغرام في هادوك لي توينكاس، شحال اش من موديل، لان كاين بزاف ديال الموديل. غادي دوزي واتساب شوفوا اش من موديل بغيتي بالضبط وانا نقول لك شحال يجي الثمن ديال. دونك شوفوا البنات الديزاين كيفاش داير. الوغ بالنسبه لهذا فيه 4.31 غرام ب 2500 درهم 50000 ريال 250 اورو، 4.40 غرام ب 2550 درهم 51000 ريال 255 اورو، وهذا فيه 4.60 غرام ب 2650 درهم 53000 ريال 265 اورو. دونك اللي بغات هاد الخويتمات هادو كاملين دوبلين خدو من على حقهم وطريقهم صحاح ومتال وديال الاستعمال اليومي، تلبسيهم توجور في اليد ديالك ما تحيديهمش، شي حاجه لا كاليتي ديالها زوينه بزاف. نقال البنات بالنسبه لهاد الخويتمات هادو، اللي بغات شي حاجه مرحبا والف مرحبا دوز عندنا الواتساب راه بانكلي في اللايف مع السميه والكنيه ورقم التليفون ديالها والعنوان ديالها. بالنسبه لهادو البنات حاولوا انكم ما تفدلتوهمش، لان ماشي ديما تتلقاي خواتم بالموديل نقول لكم الغرامات نتاعهم في وسط اللايف. دونك هانتوما كاين هادو البنات، هادو البنات راه ما كاينش الموديل ما كاينش اللي كيدوزهم بالغرام، دوك جبتهم لكم انا اليوم الثمن ديالهم بالغرامات ديالهم. دونك بالنسبه لهذا فيه 5.35 غرام 3100 درهم 62000 ريال 310 اورو، هذا الوسطاني داير 3550 درهم اللي هي 71000 ريال فيه 6.12 غرام، وهذا فيه 5.95 غرام قريبة 6 الغرامات 3450 درهم 69000 ريال. دونك اللي بغات واحد في هاد الخويتمات هادو حتى هادو صحاح ومتان واستعمال يومي، لبسيهم ديما في الصبع ديالك ما تحيديهمش وكيبقاو صح والمتانة البنات. ولو الحجيرات ما تخافيش راه بيان سيفتي شي حاجة الخدمة ديالها على حقها وطريقها. دونك البنات كما شفتو موديلات في هادو ديزاين خطير والثمن ديالهم يعني في المتناول مع الغرامات ديال كل واحد فيهم. اللي عجبك فيهم سكرينيه ودوزي عندنا الواتساب مع سميتك وكنيتك ورقم التليفون ديالك العنوان ديالك كامل كنصيفطوهم لك حتى عندك حتى لباب الدار ديالك. فابور فقط عليك تخلصي غير لا كوموند ديالك وتهزيها ما تخلصي حتى شي حاجه. افيك دي كادو سامبوليك تنشكرك بها على الثقه ديالك في السلعه ديالنا. سعاد ما عليكم السلامه حبيبه ديالي. غادي نمشي لكم شويه عاود الحويجات اللي يدوزو بالهميزات اللي يدوزو بالموديل. كاين رادكو في الهميزات حبوباتي، عندي رادكو قلت لك كاينه وحده فيها 10.10 هذيك نتاع الويت، وكاينين جوج غورميطات نتاع اللي نتاع العنق، وحده فيها 17 فيها 17 وحده فيها يمكن يا ربي 16 سامبل. الا بغيتي دوزي عندي واتساب حبيبه ديالي وشوفي الا بغيتيهم. الصغار خاتم شحال فيه في القطر؟ اصغر حاجه ممكن تلقايها عند البيجوتري كاملين هو 1.7 1.7 كنقل راه كتخدم يعني على حساب الغرامات اللي بغيتي والقطر اللي بغيتي. اختي هذاك خاتم التخرام لا تنسيني لا ما نساكش، انا غادي يجي لولد حدايا باش نلقى نصيفطو يجيب ليا خاتم ديال التخرام حيت ما حدايا دابا خاتم ديال التخرام. الو غادي نمشي لكم البنات هاد لونسومبل هذا ديال القرطاسه اللي باللون احمر اللي كيجي الديزاين ديالو خطير البنات، كيجي واعر في اللبسه ديالو شي حاجه
فن الفن الفن البدات ونصوم بالكامل ب 18000 درهم مليون و 160 الف ريال 1800 اورو تقريبا. بارطاجيو اللايف البنات، راه بالبارطاج ديالكم البنات كتعاونونا حنا يطلع اللايف وشوفوه اكبر عدد ممكن ديال الناس، وبالبارطاج ديالك كذلك راه كتكون عندك نسبه وحظ اوفر بالفوز بالكادو ديالك في اخر الشهر اللي تيكون عباره عن ارتيكل من ذهب. يعني راه ما كنربحوك حنا حتى شي حاجه، ما كنعطيوك حتى شي حاجه، فقط ارتيكل من ذهب. وكما كان النوع ديال الحاجه اللي غتفوزيها وتتكون ذهب، راه بعدا كتلبسي شي حاجه ديال الذهب. شحال هذا؟ قالك هادو 530 درهم الغرام، وهاد الغرامات هاد الثمن. هاد الخوات مش شحال قولوا؟ قلت الغرام وهاد البراسليت بشحال باش تدوز من الغرام عاود ذكرني. شحال الثمن غورميت اللي بحال؟ حبوباتي عماد المرا ولا راجل، بالنسبة لهذه فيها 15 غرام على السم 580 درهم الغرام. البنات الغورميت راه عندنا 580 درهم الغرام حاليا، الذهب راه واخا تزاد راه حنا 580 دوك الاخرين. الخواتم إيه. الا لونسومبل الا البراسليات هذا سير شكون هما شكون تا لونسومبلات لا البراسليات اللي جبتك دابا ولا لونسومبلات لا لا الموديل هادو شحال قلتي ايه رشيد ها ايه ودوك لونسومبل ماشي شنو صوب هذا واه لونسومبلات هادو صافي صافي اجي قول لي هادو شحال قلتي 530 درهم وهادو 580 اروح لهنا جيب لي عنده خاتم ديال التخره قالك تحتاج خاتم التخره لا بالنسبه للبنات كما كنا نقولوا قلنا لكم راه الكروميت حاليا راه حنا مازال مخلينه 580 درهم جديد ماشي مستعمل جديد 580 واخا زاد الذهب راه باقي الثمن ديالو 580 حاولوا البنات اللي بغات شي حاجه ما حدو 580 يعني كما نقولوا تضرب به قبل ما يولي ب 600 درهم عاودو تسقع عاوتاني كتسناه يطيح وما غاديش يطيح الدم دابا راه غادي وكيتزاد على حساب هادشي اللي حنا نشوفو الثمن وكاين اللي ما فيهش الثمن صافي خويا الله يحفظك شكرا سد الباب عافاك اللهم بغات تسقد ليا هادي مانيش عارفه مالها هاد النهار لا اله الا الله محمد رسول الله اللي حطت عليها يدي ما بغات تسقد لي شوفوا البنات اونسوم 18000 درهم اللي هي 100 مليون و 160 الف ريال اللي بغاتو دير له سكرين دوز عندنا واتساب نصيفطوا ليها كاع الاخر القطر ديال البراسلي القطر ديال الخاتم طول السلسله وحتى الطول ديال الحلقات راه ما نبخلوا عليكم حتى شي معلومه اللي بغيتوها مرحبا الف مرحبا حاولوا البنات اللي بغات شي حاجه دوز عندنا الواتساب ما تبخلش على راسها انها واخا غير تسول تدي فكره واللي عندها فليسات وبغات تخسرهم في شي حاجه ديال الذهب تخبيهم فيه ما يعني كما نقولوا حنا ما تستناش لقاش الذهب راه غادي وكيتزاد ما تستناش الذهب يطيح غادي وكيتزاد ولا الى الله محمد رسول الله وما على الرسول الا البلاغ شنو تقوليش ما قلت لكمش الا راه ناويه تشري شي حاجه ديال الذهب ولا راه مقبل على الزواج وباغي يشري خويتمات باغي يشري نيسلات باغي يشري اونسومبلات يشري من دابا ما حد الذهب راه عاد هكا الا تزاد ما تقولي لي صفاء ما عملتيناش اليوم البنات انا جبت لكم واحد البخومو غزاله 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 بالبراسلي كاين فيهم المستعمل كاين فيهم الجديد ولكن اليوم شي حاجه مانيفيك شي حاجه غزاله في في الخويتمات ديال الحضور ولا ديال ديما شي حاجه طوب الو غادي ندير لكم عاود في هاد الخويتمات هادو بجوج شوفوا لي البنات هادو ديزاين خطير اليوم غيجوزو ب 580 هادو راهم فايتين 700 درهم للغرام اليوم غيجوزو ب 580 درهم للغرام هذا البنات فيه 6.12 غرام 3550 اعتذر واحد 71000 ريال 3550 71000 ريال 6.12 غرام بارطاجيو لايف البنات لان والله الا بغيتكم تبارطاجيو لايف مع صحاباتكم وحبابكم ما تبخلوش عليهم بالبارطاج باش يشوفوا اللايف طاقيوهم علموهم لان فريمون هادو راه ماشي ديما كيطيحوا بهذا البخي هذا راه مشيتي تشري هذا راه الا بغى يحسبوا لك يحسبوا لك بواحد 700 درهم بلا الربح ديالو ولا 700 زياده بلا الربح ديالو ولا كان هاد دايب قانوع 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 غادي يحسبوا واحد 690 ولا شي حاجه الا كان قانوع الله البنات بلا الربح ديالو اليوم راه غير 580 البنات ما تبخلوش على فلوسكم ولا على صحاباتكم وحباباتكم انهم ياخذوا خاتم في الثمن هذا ديال البروموسيون 580 درهم للغرام دونك هادو خبيت مثلا البنات راهم ماشي قدام جدادين غير هما دازوهم في 580 درهم للغرام ك بروموسيون على وجهكم وعلى وجه العزازات على قلوبنا دونك بالنسبه لهذا 6.12 غرام 3550 درهم اللي هي 71000 ريال 355 اورو هذا في 5.35 غرام 3100 درهم 62000 ريال 310 اورو اللي بغاتهم ما عليها غير تسكرينيهم وتدوز عندنا الواتساب ومرحبا الف مرحبا الاخت اللي بغات تخرى فها هو ده حبيبتي ها هو ده زينه
هذا هو التخرام. خويتما ديال التخرام راه فيهم المهم راهم باديين تقريبا شغادي نقول لك المهم ب 2200 وانت طالعه بحال هكاك 2200 وانت طالعه. شوفي غير انتي جهدك الثمن وشوفي القطر ديالكم مرحبا نشوف الكارتي على حساب داكشي اللي بغيتي. الرادكو كاين حبيبه الرادكو كاين عندي ديال اليد وديال العنق في السامبل وكاينه وحده ديال الويت ديال اليد. الا بغيتي شي حاجه مرحبا والف مرحبا على الراس والعين. البنات بالنسبه لهادو براسليات نتاع هنيزات هادو راه مستعملين غادي الحاجه اللي كانوا مستعمله نقول لكم مستعمله الحاجه اللي ما مستعملاش نقول لكم ما مستعملاش. دونك البنات شوفوا لي هادو مستعملين وليني شي حاجه الصح والعمل والخدمه ديالهم متقونه والامولات تبارك الله راه كانت محافظه عليهم بالمزيان باش الا تباعوا تباعوا نقيين ما غاديش يتباعوا مفوريين ولا فيهم شي ديفو ولا فيهم شي حاجه. بالعكس شي حاجه الصح والعمل. هادو فيهم 17.94 غرام اللي هي 10000 في الثمن ديالهم 10400 اللي هي 1,008,000 ريال. 17.94 غرام هادو في تقريبا فيهم شي 5.5 سنتيم في القطر ديالهم اللي كان القطر ديالها هو هذا. عجبوها الغرامات عجبها الثمن دوز عندنا واتساب مرحبا والف مرحبا. 17.94 غرام ب 10400 درهم 1,008,000 ريال 5.5 في القطر اللي عجبوها دوز عندنا واتساب مرحبا والف مرحبا. نصيفطوا ليها القطر يعني فيديو عليهم ولا اللي كان ومرحبا. غادي نمشي لكم البنات لهاد لاباك هادو هاد الموديل ديال جاكوار ديال 700